بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى بما قامت به القطاعات الأمنية المتمثلة بالجيش العراقي والعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب والجيش الشعبي والمتطوعين من أبناء نينوى الأبطال، وأكملنا تحرير الجانب الأيسر، وهنالك أيضا تداخل في تنظيف وتطهير هذا الجانب من السموم التي تركها الأوغاد المتمثلة بالعبوات والعجلات المفخخة والمخازن الكثيرة للأعتدة والأسلحة اللي كان ينوي تدمير البشرية والإنسانية، ولكن الحمد لله بتوفيق منا كسرت شوكة هؤلاء الأوغاد. ولكن هنالك بعض النفوس المريضة اللي تختبئ هنا وهناك، ولكن هنالك أيضا جهود استثنائية كبيرة في كشف هؤلاء المجرمين، وأيضا هنالك جهود كبيرة من المواطنين اللي نشوفهم احنا الفرحة في نفوسهم من التخلص من الظلام. أيضا قام الجيش العراقي بالأعمال الاستثنائية في احتضان المواطنين ونقل أيضا الأعمال الإنسانية المتمثلة بنقل الغذاء والماء وأيضا الدواء وإعادة الحياة في تشغيل قسم كبير من المحطات ومعاونة الحكومة المحلية والشرفاء من أبناء نينوى الغيارة. هنالك أيضا عمل متداخل في متابعة تحركات الدواعش في الجانب الأيمن، ويصورون أن أعمالهم اللي يقومون بها من تحصينات وترتيبات لمنع دخول قطاعاتنا في هذا الجانب، ولكن ستكون هنالك مفاجأة في المحاور والتوقيت لكسر هذه التحصينات وكسر شوكتهم وتخليص أهلنا المسجونين خلينا نقول في الجانب الأيمن كما كانوا في الجانب الأيسر، والآن هم أتصور محرومين يعني حتى من الضياء اللي ممكن أن ينور لهم طريقهم، حتى محرومين من لقمة العيش، وهذا يعني لكافة الفئات دون رحمة للأطفال والنساء والشيوخ. هنالك أعمال سيقوم بها الأبطال من الجيش العراقي والقطاعات الأمنية وبإسناد كبير إن شاء الله من جميع الشرفاء في إنهاء هذا الظلم. بالتأكيد أكملت كافة الخطط وهي كانت معدة، وأيضا أجريت بعض التعديلات حسب المواقف، وأنا أحذر أهلنا في الموصل، لأنه هذا في الجانب الأيسر أيضا والجانب الأيمن، لأن هذا العدو لئيم يريد إيقاع التضحيات بالمواطنين كما يحدث في إرسال الطائرات المسيرة اللي تحمل السموم، تحمل قنابل صغيرة، وقد أدت إلى أحداث هذه التضحيات في الأطفال يعني الناس الأبرياء. ضمن التحضيرات للمعركة القادمة بالصفحة الثالثة، اليوم التقينا مع الإخوان بالعمليات الخاصة لتنسيق العمل، والأمور إن شاء الله جارية على خير ما يرام، وقريبا بإذن الله إن شاء الله راح نستلم أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة لبدء الصفحة الثالثة لتطهير الساحل الأيمن لمدينة الموصل من عصابات داعش. اليوم سيد قائد القوات البرية كان معنا، والأخ قائد الفرقة 16، والتقينا بالإخوان لواء ركن عبد الوهاب ولواء ركن سامي من العمليات الخاصة، وأيضا كان الجانب الصديق حاضر معنا في هذه الاجتماعات. كيف معنويات الجنود؟ معنويات الجنود تقراها بوجوههم، يعني معنوياتنا إن شاء الله الكل عالية جدا، وكنا بانتظار ساعة الصفر لحسم أمر الساحل الأيمن إن شاء الله وكل شبر من محافظة نينوى. اليوم كنا لقاء مع قادة العمليات الخاصة لعملية التنسيق بواجبنا اللي ننفذ إن شاء الله
بالجانب الأيمن، وكانت الخطط كاملة ومعدة ومهيئة من كافة الجوانب. فقط الباقي الانتظار هو الأمر بالبدء العملية، وإن شاء الله سوف نبدأ بالعملية. وبجانب المعنويات أو همة الرجال، فهمتهم عالية جدا إن شاء الله، وهم فرحون إنه يتلهفون على تنفيذ هذا الواجب إن شاء الله بجانب الأيمن. الفرقة 16 ضمن قطاعات الجيش وتنفذ الأوامر اللي تصدر إلها، وإن شاء الله هي القطاعات متجحفلة من عدة قطاعات، سواء كانت العمليات الخاصة أو فرقة 16 أو فرق الأخرى أو الشرطة الاتحادية والطوارئ وغيرها. هذه العمليات هي رهن الإشارة لتنفيذ أي واجب. رسالتنا أولا نقولهم اصبروا، إنه الوقت قريب جدا، إن شاء الله سنكون قريبين منكم ونخلصكم من الجدران داعش اللي سيطروا وأنهكوا أبناء الموصل بوجودهم بالموصل، وإن شاء الله نطلب من عندهم التعاون، وسنكون لهم اليد الراعية والاهتمام لأبنائنا وأخواننا في مدينة الموصل والساحل الأيمن.